السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك بالنسبة للدوزيام بارتي ديال لا رياكسيون ستيريفيكاسيون، دونك غادي نحاولوا نكملوا الكور. دونك شلنا لي يعني لي زالكالا ولا الكول اسيد كربوكسيل ديال الديد والنومنكلاتور ديالهم. دونك غادي نشوفوا دابا لي رياكسيون دي ستيريفيكاسيون اي لي رياكسيون دي هيدروليز. تري بيان، دونك غون 3 رياكسيون دي ستيريفيكاسيون هو الاول غنبداو بهم. Définition. L'estérification est une transformation chimique entre acide carboxylique, l'endo ROCOH, et l'alcool ROH. Pour obtenir un ester ROR' et l'eau. Pareil. Donc, la réaction d'estérification, je ne vois. Ouah, transformation chimique, qui combine l'acide carboxylique, ياك أو الكول كيعطينا الإستير بلس لو. دونك ها هو إلا شديت لاسيد وزدت عليه الكول صافي غيعطينا إستير بلس لو. دونك إلا كتبنا لا فورميل ديالو، دونك بالنسبة للاسيد هو R C O O H بلس الكول R بريم O H كيعطينا الإستير اللي هو R C O, O, R' plus H2. Donc, je vais faire la première partie. Smiette ou les formules à Darori. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire les formules. Donc, je vais faire ça. Je vais faire OH, ma had H, ça fait. Je joue Kertauna. Ça fait Kertauna H2O. C'est bien. Qu'est-ce que vous avez? يعني ملي كتفرق اش على هادي صافي كتولي هادي هي اللي كدير ليزون مع هادي اللي هنايا صافي وكتعطينا ها هي او ار يعني او ار يعني ار بريم هي اللي كتولي من هاد الجهه الطرف هادي صافي. دونك باش نوضحها اكثر غادي نعاودها ولكن بالالوان هاد المره. دونك انا كتبتها هنايا بالالوان باش تبان صافي. هاد او اش مع اش كيعطيونا اش دوزو هما بالزرق، وهاد او ار هي اللي كتلصقنا ردوا البال كتقلب كتولي راه او اللي كتلصق في هاد ليزون هادي لينا. هاد ليزون هنا راه او اللي كتلصق فيها صافي. ها هي سقات او سقات في ليزون ماشي ار، ار بريم جات في الطرف صافي. دونك هذا هو لا رياكسيون دي ستيريفيكاسيون. لا رياكسيون دي ستيريفيكاسيون هو لا رياكسيون دي لاسيد ولا الكول لاسيد كاربوكسيلي ولا الكول وكيعطيونا الستير بلس لو صافي. لا فورمول ديالو هو هذا. غادي نشوفو اكزومبل باش نفهمو احسن. Donc, on a dit l'exemple de la synthèse de l'éthanoate d'éthyle. Donc, l'éthanoate d'éthyle. Ça fait, donc, je dis l'acide éthanoïque, c'est l'éthanol, c'est l'éthanoate d'éthyle, plus l'eau. Donc, je vais écrire la formule de l'eau. Je vais dire, donc, l'acide éthanoïque fait juge de carbone, ou est juge, ou on a O, on a OH, ça fait, ou est سياش تخوى واحد جوج ميتان ايتان ايتانوي صافي. علم زدناه ايتانول ايتانول ميتان ايتان فيه جوج. دونك واحد ها جوج ولسق فيه او اش حيت اول صافي. اش يعطينا؟ يعطينا ايتانوات ايتيل. هو اللي شنا في ليستر سميات ايتانوات هذه هي البروميير بارتي وايتيل هي الدوزيام بارتي صافي. دونك ايتانوات يعني فيها جوج يعني واحد صافي مع واحد او 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 و الدوزيام بارتي ايتيل يعني فيها جوج تا هي. تري بيان زائد دونك بلس لو صافي. دونك هادي هي لا رياكسيون صافي. دونك شي حاجة سهلة. دونك هما يقدر ما يعطيوكش النتيج صافي، ما يعطيوكش النتيج غير نتا كيفاش غادي تستخدم هاد لا رياكسيون هادي. غادي تقول بان هاد او اش مع هاد اش غادي يعطيونا لو ياك، وهادي هادي غاد من هنايا شوف من تحيدت اش غادي تمشي دير الرابطه مع هادي، يعني تاخذ هاد الرابطه هادي ولا غادير هاد الرابطه هادي وتعطينا هاد الدوزيام بارتي اللي هنايا اللي هي ديال السيستم صافي. تري بيان. دونك هادي هي لا رياكسيون ديال الاستريفيكاسيون. دونك راه ساهله ماشي شي حاجه، غير بعض المرات ممكن تنسوها غير من السميه ديالها. مثلا قلنا لاسيد ايتانويك مع الايتانول، انا غير نشوف غير هنا بلا ما نعرف النتيجه غنعرف بان غيعطيني ايتانوات الايثيل. مثلا الاسيد بروبانويك بلس ميتانول غنعرف بان يعطيني
بروبان وات ايتيل صافي غير نجوج هاد السميات نكون الناتج اللي عارف شنو كاين. مثلا اسيد بروبانويك بلس ايتيل ايثانول زعما نخطط ايثانول صافي يعني غيعطيني بروبان وات الايتيل. مثلا اسيد هيكسانويك بلس بروبانول يعني شنو يعطيني هيكسانوات البروبايل صافي البروبيل. دونك غير السميات نعرف ليستر اللي غادي يعطيني. دونك غادي نحاولوا نديروا ليتود ديال هاد لا رياكسيون هادي خصوصا هاد ليكزامبل غادي نخدموا عليه صافي. هذا تقريبا هاد لا رياكسيون اللي هو شديناه عندنا لي كونتيتي ماتيريال انيسيال الى اخره ولكن خدمناه بلا كاتاليزور صافي. علاش بغينا نديروا ليتود ديالو عاد نشوفوا لي في ديال الكاتاليزور اشنو هو من بعد. دونك لا رياكسيون هنايا كما كتلاحظوا دونك هذا هو التراساج ديالو صافي très bien. Donc lorsque l'acide et l'alcool sont introduits en quantité stoichiométrique, on observe que la quantité d'ester formée tend vers une limite. On obtient 2 sur 3. Donc, quand vous voyez l'acide, il y a un augmentant, ça fait qu'il forme. Il y a une soit le pourcentage ou la quantité de matière, sauf la quantité de matière de l'ester. Ça fait, je suis dans le pourcentage. Mouhim. هذاك لا كونتي ماتير ديال السكر كتكون ملي كتوصل لواحد لواحد الفالور كتستابيليزا صافي تري بيان. دونك هنايا استابيليزات في 2 سور 3 علاش لان خدينا مول واحد من الكول ومع مول واحد ديال الاسيد كربوكسيليك صافي. دونك مي استابيليزات 2 سور 3 صافي مول يعني تقريبا 67 صافي ولا بدنا في المية غتعطيه 67% صافي. دونك لا كونتيتي دو ماتيير داسيد و دالكول 67% منها صافي. دونك تري بيان. دونك اشنو كتستنتجو من هاد لا كورب هذا كو هاد لا رياكسيون اي لونغ صافي باش نتفاهمو لانه غادي كي بروغريسيفمون و ملي كيوصل لواحد لا فالور كيستابيليزا بمعنى احنا ما وصلش 100% نورمالمون 100% علاش مول واحد مول واحد خصو يعطينا 100% دونك ما وصلش 100% بمعنى هاد الرياكسيون ني با توتال ليميتي بمعنى ليستر تكون 67% من لا كونتيتي دو ماتير انيسيال. حنا دابا كنهضروا على علاش الكوغ طالع هذا راه لي برودوي صافي. دونك برودوي هو ليستر هو اللي كيتكون فورمي بمعنى تكونت 67% من لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال هذا هو المعنى ديالها صافي. دونك هذا رياكسيون لي با توتال او لونت بحكم على لي برودوي ممكن نهضروا حتى لي رياكتيف صافي. دونك ها تشوفوا هاد لا كورب جمعهم بجوج عندنا هذا لي هابط ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديال لاسيد ريستون ماشي بالضروره لاسيد يقدر يكون الكول ولا شي حاجه وهذا اللي دخل بخضر عندنا طالع كيت اوغمونطا هذا ديال الاستر لي فورمي صافي. دونك اول حاجه حنايا بدينا من ان تيغالا ان الى لاحظتوا صافي خدينا مول واحد من النصيب هو بدا ينقص حتى وصل لصفر 33 وحبس صافي. بمعنى ما تسالاش بقى صافي. ثاني حاجه عاوتاني الاستر فورمي حتى هو كيبقى يتزاد حتى وصل لواحد 0.67 ويحبس. الى جمعتي هذه مع هذه غتعطيك واحد بمعنى هاد لا رياكسيون ماشي توتال صافي. نورمالمون كنتسناو ليستر كو كان توتال ليستر غيتكون وغيطلع حتى لا فالور لي غياخد لا فالور لي كنخدا لي كنخدا لاسيد في الاول صافي. بمعنى غتبقى يطلع حتى يوصل لواحد مول وغيستابيليزا صافي اللي هي لا كونتي دو ماتيير انيسيال. ولكن لا ماشي توتال هو وصل 67 ويحبس حتى الان صافي وصل 33 ويحبس. حنا غادي نشوفوا علاش بالضروره علاش وقع هكا علاش ما وقعش توتال صافي حتى نشوفوا لي دروليز عاد نعرفوا بالضبط علاش صافي. دابا غير كنهضروا كندرسوا لي كاراتيستيك ولا لي بروبريتي ديال هاد لي رياكسيون استيريفيكاسيون صافي. دونك هاد لي رياكسيون استيريفيكاسيون ني با توتال صافي او ليميتي. دونك الا بغينا نديروا طابلو دافونسمون هنايا دونك خلاص هذا راه ساهل. دونك هنايا ان زيرو ان زيرو هنا زيرو هنا زيرو صافي. ردوا البال بان لو راه ماشي سولفون وهنا في الدرس كنبغيو نحسبوا لا كونتي دو ماتيير ديالو الى اخره صافي. هنايا غادي تكون يعني ان زيرو موا اكس ان زيرو
موان اكس هنايا اكس وهنايا اكس. هنا خدينا نفس الكونتيتي دو ماتير ديال الاسيد ولا الكول اللي هو ام صافي. دونك 1 سور 3 دونك شحال تكونت اكس اكيليبر دونك تكونت 2 سور 3 1 0 هي هذيك اللي شفنا هي 0.67 من 1 0 دونك غنديروا هنايا 2 سور 3 1 0 2 سور 3 1 0 ودونك الا تكونت 2 على 3 شحال غتبقى؟ غتبقى 1 على 3 اللي هي 0.33 شفنا قبيلات صافي صافي خلاص. نتوما طلبوا دافونسمون خدموا عادي حنا غير تنشرحوا دابا شي حوايج وصافي. اما من بعد غتوليو تخدموا عادي وممكن تخلطوه مع الدرس اللي فات صافي. الدرس ماشي الدرس اللي فات الدرس الاولاني الا عقلتو تيقول لك حسب لا فيتيس دو رياكسيون ان سور في ا دي دو ان سور دي تي ردوا البال ها. دونك ممكن هذا تخلطوه مع الدرس الاولاني ديال لا فيتيس دو رياكسيون تري بيان. دونك الى ميكي الى وصل الماكس بمعنى هذا خصو يتسالاو علاش لان عندهم نفس لا كونتي دو ماتير دونك بجوج ما يكون رياكتيف ليميتون يكون سون دي رياكتيف ليميتون دونك غتكون هذه هي ان زيرو هذه ان زيرو ولكن حنا ما وصلناش هاد ليطا هادي صافي. وصلنا لهاد ليطا هادي اللي هي ليطا فينال اللي هي ليطا ديكيليبر صافي. دونك علاش؟ لان قلنا لا رياكسيون ليطا توتال pour un système chimique initial stoichiométrique l'état final correspondant à l'état d'équilibre constitué 2 sur 3 n0 d'ester ou de l'ma juge ou 1 sur 3 n0 d'acide éthanoïque restant et d'éthanol restant juge yani 1 sur 3 d'iel éthanoïque ou 1 sur 3 d'iel n0 d'iel éthanol. Donc le taux d'avancement final de la réaction d'esterification a dit donc le taux final a dit qu'on 2 sur 3 1 0 sur 1 0 mais j'ai mis là donc au final il y a un final à la n max ça fait un final à la n max un final il y a ou la n équilibre ou la x équilibre ou le bhal donc il y a sur 3 2 sur 3 1 0 à la 1 0 donc à toucher 1 0 mais 1 0 à tout il y a 2 sur 3 donc il y a 0,67 ça fait donc قريبا 67% صافي. دونك لافونسمون هو 65% تري بيان اي فوالا. دونك هادشي اللي قلنا قبيله دونك سو غراف فيت اباريتر دو كاركتيرستيك دو لا رياكسيون ديستريفيكاسيون كونو اوتروفون شنو هو لو بورسونتاج ديستير اوبتوني كوا بروغريسيفمون ياك. دونك لا رياكسيون ديستريفيكاسيون اي اون رياكسيون لونت صافي و لو بورسونتاج ديستير اوبتوني تون فير اون فالور انفيريور ا 100% علاش احنا خدمنا بالبورسونتاج ولكن الا خدمنا بلا كونتي دو ماتيير شحال خدينا في الاول خدينا مول واحد بمعنى ما كمل ما وصلتش لمول واحد بمعنى داكشي اللي تعطى في الاول ما وصلتوش صافي يعني انفيريور ان يعني بلا بورسونتاج. دونك لا رياكسيون ديستيريفيكاسيون اي اون رياكسيون ليميتي ما وصلش اكس ماكس صافي هذيك ان فينال ما وصلتش ان ماكس يعني بقات طالعه وصلت 0.67 يتحبس ستابيليزات صافي تري بيان. Donc la limite de la réaction d'esterification ne dépend que de la classe d'alcool. Il n'y a pas de réaction une réaction complète. Ça fait, alors à l'alcool est utilisé. D'abord, on a utilisé l'alcool primaire. Il est juste, ah ouais, on a rejeté le four, l'alcool primaire. Ah ouais. CH3, CH2, OH. Yani هذا كامل هو ROH. Yani هذا l'alcool primaire. مي تيكون عندنا الكول بريمير هي اللي لقينا فيها 67% مثلا الا خدمتي الكول سيكوندير كتلقى 60 درتي الكول تيرتيير تتبقى 5% دونك 5% صافي. دونك الا بغيتي تحصل على لو طو دافونسمون كبير صافي خصك تستعمل الكول بريمير. الا كان تيرتيير كتكون لو طو دافونسمون يعني التفاعل كيكون جد جد محدود يعني غير 5% صافي غير 5% اما 7% 67% راه تبارك الله يعني راه فات 50% دونك واش تردوا البال هذا هو لا رياكسيون ديال الاستيريفيكاسيون. دونك سهل غيكون ما بين لاسيد كاربوكسيليك ولا الكول دونك غيعطينا ليستر بلوس لو ودائما هو رياكسيون ني با توتال وليميتي صافي. ودونك لافونسمون ولا لافونسمون فينال سا ديبون دو لا ناتور دو لالكول اتيليزي سوا لالكول بريمير ou l'alcool secondaire ou l'alcool tertiaire. Donc plus l'alcool ou la plus le pourcentage est élevé, donc quand on arrive à l'alcool primaire. Vous savez, mais la dernière tertiaire, alors qu'il y a le taux d'avancement c'est rare bzaf. Vous savez, il y a un effet qui est très très limité.
ça fait. Et voilà, donc tu n'as même pas si tu as fait les certifications, ça fait. Donc maintenant, quand on a la courbe Henia, ça fait. Quand maintenant, donc déterminer la quantité de matière finale formée, hein, de l'ester. Donc, quand on y a, ça sera Sébastien. Donc, N finale formée de l'ester. Ester, quand on y a, ça sera Sébastien. Ça fait mol. Il a quand même le mol. Tout le bel un pourcentage de chez Haja. Ma N finale restée. ديال الاسيد الاسيد غتكون هي سلسلة 33 مول وحتى هي ديال ديال الكول صافي غادي تكون حتى هي سلسلة 33 مول علاش لان خدينا نفس لا كونتيتي دو ماتيغ مول مول وما درنا لهم رياكسيون ستيكيومتريك صافي تري بيان وحتى الان فينال ديال لو باش تردوا البال بان لو هنا راه كيتحسب ماشي سولفون صافي كتكون لينا في هاد لا رياكسيون بالنسبه اللي هي صغيره صغيره دونك 67% حتى هو مول صافي دونك هادو هما لي رياكسيون لي كونتي دو ماتيير ليطا فينال وهاد انترسيكسيون ما بين هاد دوكا صافي فهاد اللحظه اللي كتكون عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير صافي دونك فهاد اللحظه اللي كتكون عندهم نفس لا كونتيتي دو ماتيير دونك قد لي رياكسيون قد لي برودوي دونك انا حاولت نزيد غير واحد ليكزومبل هنا ديال لا رياكسيون ستيريفيكاسيون كنظنوا كلا يقدر يكون باقي شويه مشكل في تكتب لا رياكسيون صافي دونك انا خديت واحد لاسيد كاربوكسيليك هنا دونك الا بغيت نسميه راه باين دونك صافي دونك ها هو 1 2 3 4 دونك ميثان ايثان بروبان بيتان صافي اسيد بيتانويك هذا 1 2 دونك 1 2 دونك 1 ميثيل ميثان ايثان ايثانول ولا ايثان واحد اخر المهم هادو التسميات راه ديجا نتوما عارفين ماشي مشكل دونك كيفاش نكتب لا رياكسيون دونك شنو قلنا قلنا هاد او اش مع هاد اش صافي متفاهمين غير عطيونا اش دو زون نكتب تحت الجهه تري بيان يعني هاد او هي اللي ترتبط هادي يعني الا بغيت نكتب لا فورمي ديال الاستير اللي غتعطيني غتكون هي سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 سي دوبليزون نرد كلشي بلاصتو ورجعت لهنا ونحبس هادي الاو اش تحيدات غتلصق في هاد او ها هي او ونبقى غادي بالعكس سي اش سي اش 3 ونرد الجذر ديالي كان هنايا سوا الفوق ولا تحت راه بحال بحال ما قدتنيش بلاصه دونك ها دونك ها صافي دونك الا بغيت نسميه راه باين بروميير بارتي دونك ميثان ايثان بروبان بيتان وات صافي بيتان وات ميثان ايثان دونك هي هذيك بيتان وات واحد ميتيل ايتي صافي واحد ميتيل ايتي دونك هذا هو ليستر اللي لقينا دونك راه باين صافي دونك نفس الطريقه غديرو دونك يردوا البال باش ما تزلعوهمش يلا نمشيو دابا للهيدروليز دونك بالنسبه ليكواسيون دو رياكسيون ديال الهيدروليز صافي لا نشوفوا الديفينيسيون بعدا غادي نشرحوا لا رياكسيون دي هيدروليز دان استر et la réaction inverse de la réaction d'esterification وهو العكس ديال الاسترفيكاسيون بمعنى غنشدو الاستر نزيدو عليه الماء ويعطينا لاسيد كربوكسيليك او الكول تزول الكول صافي دونك الهيدروليز هو لا رياكسيون انفيرس ديال لا رياكسيون ديسترفيكاسيون دونك غنشدو الاستر نزيدو عليه الماء ويعطينا لاسيد او لاسيد كربوكسيليك صافي لاسيد كربوكسيليك مع الكول دونك الى بغينا نكتبوا لا فورمول ديالو دونك ليستر حنا عارفينه هو ار سي ها سي او او ار بريم بلس لو اش 2 او صافي بمعنى هذا غيتفكك ويلصق يرجع بلاصتو غيولي لاكس صافي يعطينا ار سي او اش بلس ار بريم صافي هذه اللي كتكون هنا هي اللي كتكون تلصق في الكور ديال الكور صافي او اش صافي تري بيان دونك باش نديرها اون كولور باش تبان دونك انا درتها هنا اون كولور باش تبان صافي تري بيان دونك ردوا البال هنايا دونك بالنسبه للاش 2 او فرقتها درت ليزون ديالها صافي دونك بالنسبه لهاد اش صافي هي اللي غادي تلصق مع الكور وهاد او اش هي غادي تلصق هنايا تولي هنايا صافي دونك خلاص هو العكس ديال الاستريفيكاسيون ماشي شي حاجه تري بيان باش نفهمو اكثر غادي نحاولو نديرو ليكزامبل هنايا دونك عندي واحد ليكزامبل خديتو نفس الطريقه اللي خدمنا بها الاستريفيكاسيون دونك عندنا لي دروليز صافي لو لي طانوات ديتيل
لي بانوات ديتيل صافي دونك خدينا ان مول ديستير باغ اون كونتيتي دو ماتيير ستيكيومتريك دو يعني يكون عندهم نفس المول مول مول صافي دونك ايثانوات ديتيل بلس لو يعطينا اسيد ايثانويك بلس ايثانول يعني العكس صافي دونك باش نديرو لا فورمول ديالها دونك بوغ ايثانوات ديتيل دونك شحال فيها البروميير بارتي هي هادي دونك فيها جوج ميثان ايثان دونك سي اش 3 CH3 C donc on dira O on a eu à dire le scénar deuxième partie il y a éthyle donc CH2 CH3 très bien plus l'eau H2O et voilà ça fait donc nisbel l'énaya H2O gnad OH à dire le scénar ouahd O OH n'est pas O ça fait à dire le scénar هذا نسيت هنايا نسيت هنايا او صافي دونك داكشي علاش تفكرتها دونك هاد قلنا او اش اش صافي هادي اللي هنا غتمشي تلصق هنايا فهاد لي زون هنا وهاد او كامله مع هادي غتلصق فيها هاد اش وتعطينا الكول صافي دونك هانت ها الاولانيه سي اش 3 سي او قلنا هادي كامله باو ديالها بكلشي غتحيد وغتلصق اش ديال لو هاكاك بلس غيرجع عاوتاني هادي كاملة تلصق فيها او اش يعني او اش سي اش دو سي اش تلاتة وغتعطينا الكول صافي دونك هذا الكول وهذا اسيد كربوكسيل دونك هادي هي لا رياكسيون دونك راه نفس الطريقة لي رياكسيون كامل هي لا رياكسيون انفيرس ديال الاستريفيكاسيون هادي هي الهيدروليز دونك بنفس الطريقة بحال الاستريفيكاسيون الهيدروليز حتى هي درسناها بلي كونتي دو ماتيغ عندهم ميم كونتي دو ماتيغ ou son catalyseur. Donc l'évolution d'ILA, on utilise la même méthode utilisée dans l'étude d'estérification. Ça veut dire que je vais de la courbe. Donc, qui fait que l'ester qui est le réactif, donc c'est ce qui est le cas. Ça fait. Donc, peut-être, من واحد مول donc, هنا y a un peu de temps. Ça fait. Je suis خطأين ولكن كبغيت ندير صافي سواء كان pourcentage ou la غير n ديال ester. صافي راه بحال بحال كنديرو هنا واحد صافي هنايا صفر فاصلة سبعة وستين هنا زيرو تخي بيان دونك شنو كنستنتجو على أساس أن لا كونتي دو ماتيغ إن زيرو ديال ليستر حيت هما في لي غياكتيف دابا حنا في ليدروليز هو أم مول واحد دونك شنو غادي دير غادي تولي تنقص 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 حتى توصل صفر فاصلة سبعة وستين مول وتحبس صافي بمعنى هاد لا غياكسيون حتى هو ني با توتال نورمالمون خصو ينقص حتى يوصل للزيرو باش يتسالى ولكن ما تسالاش وصل واحد ليفل هو يحبس يعني لا رياكسيون ني با توتال وثاني حاجه انه ها شوفوا لا فارياسيون ديالو هو بروغريسيفمون دونك غاد تكون يعني خدا واحد الوقت بمعنى راه لونت ماشي رابيد صافي دونك هاد جوج ديال لي كاركتيرستيك اللي استنتجنا من هذا دونك انه لونت او ني با ليميتي هي هاديك ني با توتال يعني ليميتي فيني با ليميتي تري بيان دونك بالنسبه لهاد دو كور الى شفتو هنا درنا لي رياكتيف ولي برودوي بجوج دونك قلنا لي ستير هو في لي رياكتيف عليها كينقص وصل 67 وحبس او في في لي برودوي غيكون لي ستير حتى هو غادي يطلع حتى يوصل 33 وغادي يحبس صافي علاش تقول علاش استاذ ما تلاقاوش هنا وطلعوا الفوق لان راه العكس وصل يعني تخيل معايا لي ستير بقات منه 67% يعني شحال تكون غير صفر 33 ماشي بحال الاول في الاستريفيكاسيون يعني بقات 33 وتكونت 67 داكشي علاش دخل الكوب في كوب وتلاقاو صافي دونك هنايا ان فينال ديال استير راه هي صفر 67 مول تخيل معايا هادي غيست بقات 67% وان فينال ديال نهضروا غير على لاسيد ها صفر 33 صافي مول بمعنى تكونت غير 0.33 مول داكشي علاش ما وصلش ما تلاقاوش صافي دونك اول حاجه رياكسيون قلنا ني با توتال صافي ولي ليميتي دونك و لونت صافي دونك وصل 67 حتى هذا خصو نورمالمون اسيد الا كان توتال نورمالمون ان ديال الاسيد خصو يطلع حتى لواحد مول صافي وهذه تهبط حتى للزيرو باش تولي 0 بلس 1 سي 1
هنايا عاوتاني صلصلة 33 بلس 60 غتعطينا ان وي دونك هذا رياكسيون لدرونيز ني با توتال او ليميتي كوم ليستريفيكاسيون دونك الا بغينا نديرو الا بغينا نديرو نديرو طابلو دافونسمون دونك نفس الطريقة دونك هنايا ان زيرو ان زيرو هنا زيرو زيرو صافي دونك هنايا غتكون ان زيرو موان اكس ان زيرو موان اكس هنايا اكس هنايا اكس دونك نفس الطريقة دونك قلنا بأن التكونات غير صلصلة 33 يعني واحد على ثلاثة من ان زيرو اللي تكون بجوجهم صافي وبالنسبة إلى تكونات واحد على ثلاثة بمعنى شحال بقى تبقى دو سوغ تخوا ان زيرو صافي دونك قلنا راه ماشي دايما غير على حساب الكول ولا السيد اللي استعملتي إلى آخره صافي وعلى حساب لي كوفيسيون ستيكيوميتريك حنا خدينا ان ان اما الا كان دو ان دو راه عاوتاني كيتغيرو انا نوريكم كيفاش صافي دونك بوغ ان سيستيم شيميك انيسيالمون ستيكيوميتريك صافي ليتا فينال كوريسبوندو على ليتا ديكيليبر كونستيتو دو ان سور 3 ان زيرو ديال لاسيد ولا الكول هادشي اللي تكون اي دو سور 3 كي غاست ان زيرو كي غاست داسيد ايتانويك اي لاسيد ايتانول الكول يعني صافي دونك لو طو دافونسمون فينال الا بغينا نكالكولي دونك حنا عارفين بان الطو فينال هو اكس اكيليبر على اكس ماكس دونك اكس اكيليبر هي 1 سور 3 ان زيرو سور 2 سور 3 لا عندنا ان زيرو ان زيرو دونك هادشي ان زيرو مع ان زيرو تولي 1 سور 3 دونك هتجينا هي 0.33 صافي دونك 0.33 دونك الا بغينا نكتبوها بورسونتاج هي 33% دونك هذا راه التفاعل جد محدود مع صافي يعني 33.50% فهمتي بمعنى اكثر ما كيوقع في السونس ديال الاستريفيكاسيون كيكون ضعيف بالنسبه في السونس ديال الهيدروليز صافي انا غادي نشرح لكم هادي شنو كتعني وحتى لا رياكسيون دي هيدروليز حتى هو سا ديبون دو لا كلاس ديال الكول صافي دونك حنا خدمنا دابا بريمير لاحظتوا شو شحال عطانا 33% دابا الا درنا التيرتيير عطاتينا 95% بمعنى هذا هو اللي حسن لينا صافي هذا هو اللي حسن لينا العكس ديال الاستريفيكاسيون الاستريفيكاسيون كان بريمير هو اللي حسن 67% وديال التريتيير عطانا غير 5% اما في الهيدروليز 33% بوغ الكول بريمير و 95% ديال الكول تيرتيير دونك شفتوا الفرق اللي كاين صافي دونك سي ريزلتا ها دونك بالنسبه لي دونك الا خدينا لا رياكسيون جينيرال اسيد صافي بلس الكول تبع معايا شنو غيعطينا قلنا استير بلس فلو الا مشينا في هذا لو سونس كتعني ليستريفيكاسيون مشينا في هذا لو سونس كتعني ليدروليز صافي دابا غير كنهضر على الكول بريمير صافي كنهضر على الكول بريمير دونك ملي كنمشي هكا تقريبا 67% وملي كنمشي لهاد الجهه كتعطينا 33% ديال الهيدروليز دونك كنهضر على الكول بريمير صافي دونك هاد لا رياكسيون كتمشي في دو سونس غير هي 67% من جهه الاستريفيكاسيون و 33% من جهه الهيدروليز مثلا خديتي لاسيد وواحد الكول اللي هو بريمير خلطيهم شنو كيوقع كيتفاعلوا بعضياتهم كيعطيونا الستير بلس لو ولكن المشكله هو هذاك لي برودوي حتى هما كيتفاعلوا ويرجعوا في لو سونس عاوتاني انفيرس ديال الرياكسيون الاولى حتى هي كيتلاقى الماء مع الستير عاوتاني وكيتفاعلوا كيكونوا لنا عاوتاني اسيد مع الكول غير هو بواحد البورسونتاج اللي هو يعني صغير صافي دونك لو سونس لي غالب اصلا هو لاسيد ولا الكول صافي ولكن حتى هذوك لي رياكتيف اللي كيعطيونا لي برودوي ديال الستير والماء اش كيديروا هادوك اللي تعاوتاني كيعاودوا يتفاعلوا بعضياتهم ها بواحد النسبه ديال 33% وكيعطيونا لاسيد ولا الكول دابا هذا هو لا رياكسيون ديستريفيكاسيون ولا الهيدروليز وهذا هو الديفولي فيه مثلا الا بغيت نحصل على واحد لو روندومو اللي طالع كبير بزاف ديال هاد لا رياكسيون دونك شنو خصني ندير خصني نقلب على شي طريقه باش باش نطلع لو روندومو باش نحصل على واحد الغوندومو كبير دونك انا بغيت نحصل على ليستر نحصل على 67% علاش لان ليستر مع الماء كيعاودوا يتفاعلوا بعضياتهم وكيعطيونا لاسيد وكار الكول
دونك هذا هو لا رياكسيون دي ستريفيكاسيون ولا رياكسيون دي دروس صافي دائما كيمشيو في لو سونس انفيرس دونك الا خدينا لاسيد كنعاود الا خدينا لاسيد وزدنا مع الكول كنهضر على الكول بريمير صافي دونك هاد لا رياكسيون اللي كتوقع بيناتهم صافي كيعطيونا استير بلس لون هذاك الاستير بلس لون في نفس الوقت كيعاود يتفاعل بعضياته كيعطيونا لا رياكسيون دي دروليز باش كيعطيونا لاسيد او الكول غير اللي غالب الاخر 67% الاخر 33% هذا بوغ لي زالكول بريمير اما الا خديتي سكوندور ولا تيرتيير راه يعطيونا دي بورسونتاج اخرين دونك بالنسبه لو روندومون دونك بالنسبه اللي قلنا لو روندومون دونك ديفينيسيون لو كالكول دو روندومون بيرمي دو تيرميني ليفيكاسيتي دو سانتيز شيميك دو ليستر فورمي خلاص ماشي غير ليستر ممكن حتى يعني الاسيد ولا الا كان ليدروليز دابا هذيك هضر على ليستريفيكاسيون راه بحال بحال صافي دونك بصفه عامه لو روندومون هو لا كونتي دو ماتيير اكسبيريمونطال صافي على لا كونتي دو ماتيير مثلا عندي واحد البقعه ارضيه صافي كنتظر انها تعطيني 20 قنطار ديال الزرع كنتظر تيوريك محسبتها ولكن من حسبت ولا اخره عطاتني غير 15 هذا دونك باش نحسب لو روندومون غنشد نشد ديك 15 ونقسمها على 20 وغادي نحسب لو روندومون ونشوف لو روندومون عندي واش مزيان ولا لا مردود مزيان ولا لا صافي حتى هنايا عندي واحد لا كونتيتي دو ماتيير اكسبيريمونطال اللي حصلت عليها ولا كونتيتي دو ماتيير اللي اصلا كنتظروها يعني تيوريكوم تري بيان دونك قلنا ان اكسبيريمونطال ريبريزونت لا كونتيتي دو ماتيير اوتوني اكسبيريمونطال دو ليسبيس كون شيرش à synthétiser, ça fait, ou représente la quantité maximale de cette espèce qu'on pourrait obtenir hein, pour une transformation totale. Maintenant, comme je suis total, avec la valeur liquide ou somme à la valeur liquide, mais totale. Ça fait, donc, là, la définition, donc, dès que sera aussi au 1, donc, sans unité, donc, là, la définition du rendement. Très bien. دونك بالنسبه للكالكول ديال الروندومون خدمنا بلي فالور لي ديجا معطيين مثلا بوغ ليستريفيكاسيون صافي مي خدينا يعني اللي كنقولوا بروبورسيون ستيكيومتريك مين خدينا 1 مول ديال الاخر و 1 مول ديال لاسيد ولا الكول يعني في ليستريفيكاسيون دونك وكنهضروا على الا كان الكول بريمير كنحصلوا على 67 علاش قلنا لو روندومون شنو هو هو ان اكسبيريمونطال مقسومه على ان ماكس دابا ان اكسبيريمونطال وصلناها هي جوج على ثلاثة كنعقل جوج على ثلاثة ان زيرو والاخرى ان ماكس هي ان زيرو صافي من حسبناها لقيناها هي 67% صافي الا درتي سكوندير 60 ولا هذا في 5 دونك نفس الطريقة حيت لو روندومو راه بحال طو فينا راه بحال طو هو لافونسمون صافي راه بحال لافونسمون تخي بيان وبالنسبة لي دروليز حتى لي فالور ديالو كيختلفوا على حساب واش عندك لالكول بريمير ولا سكوندير ولا تيرتيير حتى هو بنفس الطريقه كنحسبوا لو روندومو صافي دائما ان اكسبيريمونطال مقسوم على ان ماكس وكتحسبها صافي دونك راه قلنا ملي كتكون تيرتيير راه الفالور ديالها شو شحال واصله دونك 5 ليكيليبر دي ستيريفيكاسيون اي لي دوبيز لي طا ديكيليبر اي لا سيتوياسيون بور لاكيل لا فيتاس دو رياكسيون دي ستيريفيكاسيون اي لا ميم كو لا فيتاس de la réaction inverse. Donc, واحد اللحظه اللي كتولي لا فيتاس ديال ستيريفيكاسيون قد لا فيتاس ديال الهيدروليز يعني هذيك ليكواسيون الاولانيه هذه اللي شلنا يعني قد لا فيتاس اللي كتمشي من هنايا نفس لا فيتاس لا رياكسيون اللي كتمشي هنا كنوصلوا كنقولوا بان عندنا ليطا ديكيليبر صافي ولو راه قلنا كنديروا ونحسبوه الى اخره علاش لانه ماشي سولفون صافي وعندو واحد لا كونتيتي اللي هي صغيره ممكن دير لي في ديالها على ستيريفيكاسيون ولا الهيدروليز صافي دونك غنبداو باول حاجه هاد لي طا ديكيليبر غنبداو بالكا ديال ليستريفيكاسيون دونك لا رياكسيون ديال ليستريفيكاسيون سي لاسيد ولا الكول كيعطينا لاسيد لو ليسترولو دونك الا بغينا نحسبو كا ديالها كونستانت ديكيليبر او لا كيو ار ديكيليبر اش غتعطينا هو الكونسونطراسيون ديال الاستر صافي ديكيليبر مضروبه في الكونسونطراسيون ديال لو ديكيليبر مقسومه على الكونسونطراسيون ديال لاسيد ديكيليبر فوا الكونسونطراسيون ديال الكول صافي ها ديكيليبر صافي
دونك الا بغينا نعوضو دونك كونسونطراسيون راه قلنا هي لا كونتيتي دو ماتيير ديال ستار على في فوا كونتيتي دو ماتيير ديال لو على في مقسومه على لا كونتيتي دو ماتيير ديال الاسيد سور في فوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال الكول على على في صافي. ومن حيث عندهم نفس الفوليم صافي من حيث عندهم نفس الفوليم غادي نختصر كاع نختزل دوك لي في كاملين وغادي نحصل غادي تخرج ليا ك هي ان ليستر فوا ان لو سور ان اسيد فوا ان ديال الكول صافي. دونك الا بغينا نديرو بتيت كالكول هنا شحال لقينا ان ليستر ان سور 3 فوا 2 sur 3, désolé, sur 1 sur 3, fois 1 sur 3. Donc, il y a le calcul, c'est-à-dire 4. Ça fait, c'est-à-dire la constante. Mais c'est la réaction d'esterification, ou il y a un mol, mol, ouais. Et il y a la constante, constante d'équilibre. Ça fait, très bien. Ah, désolé, mais ça dépend pas que de la température, désolé. دونك واخا واخا زدتي يعني هذاك الشيء اللي في لي رياكتيف لي برودوي دائما غيبقى هو النيت صافي. دونك ك ما غتبدلش دونك انا خطات تري بيان. دونك عطاتني 4 صافي. دونك 4 دونك هذا بالنسبه لي رياكسيون دي ستريفيكاسيون صافي اللي خدينا واحد واحد مور تري بيان. حتى بالنسبه للهيدروليز حتى هي نفس الطريقه. دونك عندنا لي ستار والماء يعطينا الاسيد والكول صافي. دونك بالنسبه كابريم ديالو لان ماشي نفس الاخر دونك عطينا دونك دائما الكونسونطراسيون ديال عطينا قلنا الاسيد صافي فوا الكول سيغ استير ديم لي برودوي على لي رياكتيف دونك عطينا هنايا لو صافي. دونك غادي نختزلو لي فوليم حيت عندنا نفس الفوليم الا ما كانش ما يكونش عندنا نفس الفوليم دونك غنختزلوش صافي. دونك على ان ديال ليستير فوا ان ديال الو هادشي كامل اليكيليبر صافي. هادشي كامل اليكيليبر تري بيان. دونك الا درنا بتيت كالكول ديالنا هنايا دونك ك بريم اللي هي كيو بريم ار اكيليبر تعطينا هي لانفيرس ديال لا رياكسيون اخرى. ممكن نديرو هكا ان سور 4 ايتيغال ا 0.25 صافي. اولا تعوضوا هذه وهذه غتخرج لنا واحد هذا واحد هذا 3 صافي جوج 3 جوج 3 العكس صافي وغادي تلقاو 0.25 تري بيان. ممكن نحدو ليسونس ديفوليسيون صافي نقارنوها مع كا. دونك الا كانت كا كبر من كيو ار عارفين ان هادشي في ليسونس ديال ديريكت اللي هو ليسونس ديال سيمبليفيكاسيون. الا كانت كا صغر من كيو ار غتكون في ليسونس انفيرس اللي هو ليسونس ديال ليدروليز صافي. هذا كيفاش نديتيرمينيو ليسونس ديفوليسيون. خلاص تكون مثلا عندك كا وتحسب نتايا كيو ار وتقارنها مع كا. الا كانت كا كبر من كيو ار عارف راه ليسونس ديال سيمبليفيكاسيون يعني هاد لا رياكسيون راها استريفيكاسيون. الا كانت العكس غتكون هاد لا رياكسيون راها ليدروليز بمعنى ليدروليز بمعنى ان ليسترولو هما لي رياكتيف او لاسيد والكول هما لي برودوي بحال كيف ما كنا نشوفو في لي بي. طيب دابا شفنا لي رياكسيون دي ستريفيكاسيون ولي البروبريتي ديالو الى اخره والهيدروليز حتى هي ولي بروبريتي ديالها وشفنا لو غوندومو وشفنا لي طا ديكيليبر وكيفاش نحدو لا كونستانت ديكيليبر. دابا غنشوفو كونترول دي رياكسيون دي ستريفيكاسيون اي ليدروليز صافي. دونك نشوفو لو بروميير كونترول اللي هو لا فيتاس دو لا رياكسيون. دونك اون بي اوغمونتي لا فيتاس دو رياكسيون. حنا عارفين بان لا فيتاس دو رياكسيون غانكومونتيها باش كنا شنا في الاول درس بلا تومبيراتور والكاتاليزور. دونك نفسها حتى هنايا صافي سوا ليستريفيكاسيون ولا ليدروليز اون بي اوغمونتي لا فيتاس دو رياكسيون بار لوغمونتاسيون دو لا تومبيراتور اولا اون اوتيليزون ان كاتاليزور صافي. دونك ملي تنقولو اوغمونتون لا تمبيراتور يعني ليطا فينال اي اتان بلو رابيدمون كنوصلو ليطا فينال دغيا. مي لا كومبوزيسيون دو ميلونج اليكيليبر ني با موديفي راه 0.67 توصلها غتوصل 0.67 سوا توصلها دابا ولا غدا سوا جهدتي على البوطه ولا نقصتي
بمعنى واخا تاوغمونتي لا تمبيراتور نفس لي طافي نال كنحصلوا عليها غير حنا كنسربيو يعني لو طون تيولي صغير يعني لا فيتاس رياكسيون كتاوغمونطا دغيا لا رياكسيون كيولي رابيد ولكن ماشي كيولي توتال هادشي اللي بغينا نفهمو صافي حتى الكاتاليزور حتى هو كيوغمونتي لا فيتاس رياكسيون بمعنى تيولي رابيدمون ولكن لي طافي نال كتبقى هي النيت صافي ها هو نشوفوا هنايا عندنا واحد لاكوف هنا شفتوا يعني واخا نشوفوا في هذا اللي هنايا في هذه الجهه مزيان صافي دونك هذا الاستيرفيكاسيون صافي عندنا هذا اللي طالع راه هو الاستير حيت عندنا الاستيرفيكاسيون هذا الاستير صافي راه 67% 67% سواء خديتي 80 دغري ولا 30 يعني كامل غيوصلوا 67% اما هنايا سواء عاوتاني خديتي 30 ولا 80 لو غيست ديال لاسيد راه يبقى هو سلسلة 33 صافي يعني هاد لا سميتو نو موديفي با ها لي طافينال ديال هاد لا رياكسيون يعني كتبقى نفسها صافي تري بيان حتى بالنسبه للكاتاليزور حتى هو الكاتاليزور سواء خدرتي يعني درتي يعني بلا هذا سون كاتاليزور ولا افيك كاتاليزور كتبقى نفس لي طافينال غير لا فيتاس كتاوغمونطا يعني لو طون تيولي صغير صافي عوض ما كان طوغ القوه مثلا في 10 سوايع نقدر نلقاو 5 سوايع الى اخره صافي ما نهضرش على طو لافونسمون فينال كنهضر على داك الكونستون دو طون صافي اي بيان شنو بيان لا رياكسيون ديستريفيكاسيون المشكل اللي فيها هو كيمشي في السونس انفيرس بمعنى انت باغي تصايب الاستير شديتي لا الكول خلطيه مع لا سيد ها راه الكل مع لا سيد ايوا يعطيك الاستيرو والما ولكن لو غوندومون تيكون ضعيف علاش لان هذاك الاستيرو الما قلنا كيعاود يتفاعل ويعطينا لا سيد ولا الكل صافي دونك شنو غندير دونك هاد لا بارتي هادي دونك بوغ ديبلاسي ليكيليبر دون لو سونس دو لا فورماسيون دو الاستير اي اوغمونتي لو غوندومون دو ليستيريفيكاسيون اون دو سوا اون انتروديزون ان رياكتيف اون اكسي صافي بمعنى عارفين كيو ار اش كتساوي لي برودوي على لي رياكتيف الا لي رياكتيف كانوا كثار كي كتوقع كيو ار كتصغار ها بلاتي غنشوفو هنايا نجي نكتبها هنايا كيو ار كعندنا لي برودوي على لي رياكتيف صافي يعني لي رياكتيف الا درتي اون اكسي بزاف شنو يوقع الكيو ار غتصغار يعني هذا الا كبر هذا صغار الا صغارت بمعنى كتولي صغيره من كيو من كا بمعنى كا كتولي كبر من كيو ار يعني كتمشي في لو سونس ديريكت اللي شنا هنايا انا رجع قلنا كيو ار كتصغر ياك ها هي وحيت كا راه كتبقى كونستانت باش نتفاهموا ها هي انا صافي دونك ها هي شتو يعني الا صغرات هذه بمعنى تبقى كا كبيره يعني غتولي في لو سونس ديريكت صافي مزيان نرجعوا لبلاصتنا شنو قلنا قلنا نزيدو فاش في لي رياكتيف نديرهم كثره صافي باش كيو ار صغار قدام كا وتولي في لو سونس ديريكت اللي هو ليستيريفيكاسيون حنا دابا كنهضروا على ليستيريفيكاسيون مثال دونك درت واحد ليكسبيريونس هنايا باش تبان لينا احسن دونك خلينا خدينا بزاف ديال ليكسبيريونس دونك تقريبا خمسة صافي وكل وحده بدينا كنغيروا لا كونتي د ماتيير انيسيال في الاول خدينا مول مول واحد ناسيد ولا الكول عطاتنا شتي 67 اللي لقينا في الاول طابلو دافونسمون حتى هو صافي شي طابلو تو دافونسمون صافي الا بقينا مثلا خدينا مول ملاسيد و 2 مول من الكول شو شحال لقينا 84 خدينا 2 مول ملاسيد ومول واحد من الكول لقينا 87 بمعنى شوف مين درنا واحد من دي رياكتيف ونيكسي فهمتي لو غوندومو زاد طلع صافي طلع يعني شوف عاوتاني درنا واحد مول ملاسيد و 3 مول من الكول شو وصلت ل 90 و 3 مول يعني واخا تخالفهم تعطي نفس النتيجه فهمتي واحد مول من الاسيد و 3 الكول اولا 3 اسيد وواحد مول من الكول صافي دونك بجوجهم عطاونا 90 حنا ماشي شغلنا في لي فالور حنا ماشي كنحفظوا لي فالور حنا نحسبوا عادي لي كالكول ديالنا اللي تعلمنا الى اخره حنا غير غنعرفوا بان من هذوك لي رياكتيف مي كنزيدوا فيهم في لا كونتي دو ماتيير يعني تيكون بكثره فهمتي لو غوندومو كيزيد يطلع صافي كيزيد كنحصلوا على نسبه كبيره صافي دونك باش نعقلوا الا قالك باش نحسنوا لو غوندومو هل هضرنا على وحده باقي نزيدوا الثانيه هي هادوك لي رياكتيف كنديروا واحد فيهم واحد منهم كنديروا اونيكسي يعني كنديروه كثره
صافي. الا قال لك كيفاش شرح لي راك عارفين يعني ماتيماتيك او لا تيوريك، يعني كل ما كان لي رياكتيف كثار هذيك اخ كتصغر، بمعنى كتولي صغيره مقارنه مع كا، بمعنى كا كتولي كبر من كيو اخ، يعني كيمشي في لو سونس ديريكت ديال الاستيريفيكاسيون. صافي تري بيان. Donc pour une réaction donnée, la nature du réactif en excès n'intervient pas sur l'état d'équilibre. Seule l'importance de cet excès influe. Donc ça fait rabaina, il est شرحنا هذا. Très bien. La condition ternie, c'est en éliminant un produit hein, au fur et à mesure de sa formation. يعني واحد من هذوك لي برودوي كان اليمينيو، ما يمكنش اليمينيو لي ستار حيت بغيناه، غادي اليمينيو لو. علاش كان اليمينيو لو؟ باش ما يعاودش يتفاعل مع لي ستار ويضيعنا لي ستار. حنا باغي لي ستار ولا غيتفاعل مع الماء غيزيد يتفاعل مع لو، شنو غيدير؟ غادي ينقص لي ستار يولي يرجع ليا الكولو اسيد. دونك انا باش ما نخليهمش يعاودوا يتفاعلوا شنو خصني ندير؟ خصني اليميني لو باش يبقى ليا غير لي ستار، باش ما يبقى مع ما يتفاعل. صافي. دونك باش نيليمينيو لو راه كاين دي ميثود اللي خصنا اللي كاينين هما كيتستعملوا. كاين باغ ديستيلاسيون، صافي يعني كنقطرو. دونك ديستيلاسيون هذا باش هذا خلاص ماشي غير لو، هذا لينيميناسيون ديال شي برودوي كيف ما كان. صافي مثلا كتنشفوا الى اخره، ها كتنشفوا من الماء وكتحصل على استير بوحدو، كاين ديستيلاسيون. وكاين ديان ستارك، دين ستارك هي واحد الميثود بحال الاخرى، ولكن غير الفرق بيناتها في هذا ديال شوفاج غوفلو. صافي شوفاج غوفلو دونك شنو كيدير؟ دونك راك عارفين بانه كيتبخر وعاود يقطر تما النيت، علاش يقولوا اغوفلو؟ صافي دونك هنايا كنحاولوا نحيدوا الماء الى اخره وكنحصلوا غير على ليستير بوحدو وخلاص، لي اسيد كاربوكسيلي وسيكلوهيكسان هذوك المواد اللي هما فولاتيل صافي كتحيدو. هاد الميثود هادي كتسمى دين ستارك. دونك هادو دو ميثود اللي كنحيدو بهم لو، يا اما ديستيلاسيون اولا دين ستارك. صافي دونك هذا طابلو اللي هو اون جينيرال، دونك سوا ليستيريفيكاسيون ولا ليدروليز. ليستيريفيكاسيون قلنا كيو اغ هي العلاقه ديالها، وهيدروليز هاك العلاقه ديالها، دونك هادي غنشرحوها مزيان. دونك قلنا بان ليستيريفيكاسيون باش نحسنوا لو روندومو ديالها، هادوك لي رياكتور خصو يكونوا كثار، بمعنى هادو خصهم يكونوا طالعين. الا كانوا طالعين شي وقع لك صغار، بمعنى غتصغر، بمعنى بحال فهمتي غتصغر مقارنه معك فهمتي، غتولي كا هي اللي غالبه، بمعنى غتولي في السونس ديريكت اللي هي هادي. هاو شفتو؟ الا بغينا نيليمينيو لو، حتى باش نكون الى اليمينيو لو اشنو كيوقع؟ ها هي هذا اليمينيتي لو، يعني لا كونتي د ماتيغ ديالك كتنقص، هادي هذا هو ليليميناسيون لو، يعني الا نقصات الكونتي د ماتيغ ديالو اشنو يوقع للكيو ار؟ حتى هي تصغر، بمعنى الا صغرت كيو ار تصغر مقارنه مع كا، بمعنى تبقى تبقى في لو سونس اللي هو لو سونس ديريكت. صافي دونك دو ميثود كاينين باش نحصلوا على لو روندوم مزيان، اما واحد من لي رياكتيف نديرو اون اكسي، ولا نيليمينيو لو، ولا واحد من لي برودوي زعما على حساب شنو انت باغي. صافي دونك هاد الجوج يا اما اون اكسي ولا اليميناسيون، بجوجهم كينقصوا لنا من كيو ار، راه العلاقه باينه. حيد اند لو غتنقص كيو ار، زيد في لي رياكتيف غتنقص كيو ار، ولا نقصت كيو ار غتنقص مقارنه مع كا، علاش؟ لا كا كتبقى ثابته. صافي بمعنى غيبقى الرياكتيف في لو سونس ديريكت. تري بيان. حتى بالنسبه لي ضروري حتى هو نفس الطريقه، دونك لي رياكتيف واحد فيهم غادي واحد لي رياكتيف صافي غادي يولي بكثره، غتزاد تنقص هادي، ولا تاليميني اما لاسيد ولا لو. علاش؟ لان راه مقلوب الهيدروليز، راه مقلوب ملي كنهضروا حنا بصفه عامه، هو ها لي رياكتيف كيف ما كانوا، سواء الهيدروليز ولا الاستريفيكاسيون، لي رياكتيف تنقص تزيد فيهم بكثره باش تحصل على روندوم مزيان، اولا تمشي لي برودوي تحيد واحد منهم تنقص منه صافي باش نحصلوا على روندوم مزيان. صافي دونك هذه هي بصفه عامه. دونك هذا بالنسبه للرياكسيون، دونك هذا هو الدرس ديال الاستريفيكاسيون والهيدروليز. صافي دونك ان شاء الله تخوازيام بارتي غتكون لي زابليكاسيون ديال هذا الدرس هذا، خلاص راه باقي هو الدرس الثاني والاخير. صافي دونك غادي نحاول ندير لكم غير واحد الفيديو صغير فيه لي زابليكاسيون ديال هذا، ديال هاد الرياكسيون ديال الاستريفيكاسيون هذا، المهم غير باش تعلموا شويه وصافي. يلا ان شاء الله نشوفوا الثالثة بارتي. الله يعاونكم.